وبشأن استهداف مضيف محمد الحلبوسي وما وراءه من رسائل مبطنة بين الميليشيات بعد قرار المحكمة الاتحادية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الحفاجي، وعبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. حياكم الله ضيفي الكريمين. أبدأ معكم دكتور قحطان، يعني بعد قرار المحكمة الاتحادية برفض الطعون على الجلسة الأولى للبرلمان ومخرجاتها، هل ترفع الميليشيات الراية البيضاء في نهاية الأمر؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة، وحيا ضيفك والمشاهدين الكرام. لا أظن أن هذه الميليشيات ترفع الراية البيضاء وتستسلم ما دامت الصراع الأمريكي الإيراني قائم، وبالتالي هؤلاء لا يمثلون إلا جنبة إيرانية في العراق للضغط على الإدارة الأمريكية. نعم. ولكن هذا الذي حصل بعد أن قالت ما قالته المحكمة الاتحادية، وجدت هذه المجاميع أن الطريق المستوي في القانون قد لا ينفع، لجأت إلى العمليات العسكرية، وأعتقد أنها سوف تصعد من العمليات العسكرية انتقائية. نعم. ولعل استهداف مثلا بيت الحلبوسي. نعم. دون غيره مثلا الصدر الذي هو في صدارة المتقاطع مع التنسيق، إذا هو دل على التصعيد ما بين ما يسمى بالخندق السني والخندق الشيعي الذي يراد له أن يذكى لكي يزيد من دماء العراقيين السيولة. طيب أستاذ لبيد، يعني كما تعرفون تم استهداف مضيف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في منطقة القرمة في الفلوجة، ولكن ما الرسالة التي أرادتها الميليشيات من هذا الاستهداف، لا سيما يعني أن هذا الاستهداف هو الثاني الذي يطال الحلبوسي بعد أن استهدف مقر الحزب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيي حضرتك وأحيي مشاهدي قناة السيد الكريم كريمة، وأحيي ضيفك الكريم من بغداد. حياك الله. هناك رسالتان مهمتان موجهتان إلى، واحدة موجهة إلى شخص محمد الحلبوسي، والأخرى موجهة إلى الطائفة التي يدعي تمثيلها، ونقول الطائفة السنية. نعم. فالميليشيات من ناحية الحلبوسي تريد أن توصل له رسالة فحواها بأنك يجب أن تعرف حجمك الحقيقي، وأنت يعني صحيح رئيس البرلمان، وإنما أنت مدير جلسة أكثر من أن تكون لك سلطة حقيقية. والرسالة الحقيقة رسالة مؤذية بالحقيقة ومهينة، هذه الرسالة خصوصا أن القصف انطلق من منطقة ذراع دجلة. نعم. وذراع دجلة كما نعلم يسيطر عليها كتاب حزب الله. نعم. يعني الحلبوسي يعرف أكثر من غيره بأن من هو المجرم، من هو وراء عملية القصف. كتاب حزب الله تسيطر على هذه المنطقة منذ 3 سنوات، وقامت بتهجير السكان. يعني لو كان الحلبوسي عنده إرادة التحدي ويمتلك القوة والسلطة الحقيقية لا أمر بإعادة 250 عائلة تم ترحيلهم من منطقة ذراع دجلة. نعم. لا عادهم بالحافلات، أرسل حافلات وعادهم إلى منطقة ذراع دجلة بالضد من هذه الضربة وبالضد من هذا الاستهتار الذي مارسته كتائب حزب الله. الرسالة الأخرى نعم. المهمة هي تفضل. موجهة إلى الطائفة السنية كما قلنا. نعم. التي يدعي الحلبوسي تمثيلها. نعم. تقول مفادها بأن عدد الأصوات التي حصل عليها الحلبوسي وغيره ممن يدعون تمثيل السنة لن تنفعكم ولن تحميكم من الميليشيات، وأن الميليشيات باقية وحضورها باقي وباقي، وخصوصا في مناطق المكون السني، المحافظات السنية، وستبقى وستضرب بقوة، والتي تستطيع أن تضرب قائدكم أو رئيسكم. نعم. تستطيع أن تجتاح بيوتكم وتستبيحها. طيب. نعم. دكتور قحطان، يعني كما ذكر أستاذ لبيد، قال بأن رسالة الميليشيات للحلبوسي أو باستهداف الحلبوسي هو أنك يجب أن تعرف حجمك الطبيعي، لكن هناك من يرى أن الحلبوسي هو الحلقة الأضعف في دائرة الصراع بين الميليشيات.
هل هذا الاستهداف يمكن أن يغير الوضع أم أن مقتدى الصدر الذي دعم الحلبوسي ربما سيكون له رأي آخر دكتور قحطان؟ أنا أعتقد أن فعلا وإن كان حلبوسي النقطة الأضعف أو الجهة الأضعف في الصراع ما بين إذا ما حسبنا القوة العسكرية لكل من الصدر وجماعته والميليشيات وجماعته، ولكن أنا مع فكرة المسألة هي عملية جر الوضع في العراق إلى اقتتال طائفي مذهبي بين قوسين سني شيعي، هذه الأساسي، وإلا نحن نعرف الذي ضرب هي الجهات التي لها علاقة بالتنسيقي، ضربت كما قلنا حلبوسي كان من الأفضل إذا كان هناك لها رأي هذه المجاميع أن تضرب لتضرب رأس المجموعة كما ضربت بالأمس خلينا نقول رئيس الوزراء، لماذا لا تضرب سرايا السلام ولا تضرب الصدر؟ لأنها تريد أن تجر الأمور إلى صراع سني شيعي، هو هذا الذي تريده هذه المجاميع. أنا أتمنى طبعا بالتأكيد أنا من الذين أتبرأ إلى الله من كل شيء اسمه سني وشيعي، ولكن الذي يلعب في هذه الورقة القذرة عليه أن ينتبه أن الخسارة كبيرة والخسارة مؤلمة للعراقيين إذا ما انجرت الأمور إلى هذه الاتجاهات. مع هذا لا أعتقد أن الصدر سوف يذهب بعيدا بدعم الصدر دعم الحلبوسي بالجانب العسكري، ولأن ذلك سيعطي لهذه المجاميع دل على أن الصدر ولكن دكتور ولكن يعني هناك أحاديث تروى بأن من الممكن أن يشكل تحالف بين مقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي، هل هذا وارد؟ التحالف أنا سبق وأن قلت هذا هو التحالف موجود أساسا، ومرشحهم رئيس الوزراء هو الكاظمي ويدعمه البرزاني، هذه معروفة ومتبعة، هذا الخط الأقرب إلى المتقاطع مع إيران القريب إلى أمريكا. فأتوقع نعم هذا الخط هو سائر ذلك، عملية ضربة جاءت لكي تجعل حلبوسي يتراجع نسبيا، ولكن حلبوسي لا يتراجع أنه غير موجود ولا يمكن له وجود إلا في هذه التركيبة التي ذكرناها، وبالتالي أعتقد الأمر هو جر الأمور إلى جانب صراعه. أستاذ أبيد، نغادر موضوع الحلبوسي واستهداف بيته في قضاء القرمة، نتحول إلى موضوع تشكيل الحكومة وأيضا قرار المحكمة. السؤال المطروح هنا الجوهري في هذا الإطار، هل فرص الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة بدأ يتضاءل فعلا بعد قرار المحكمة وأيضا تصميم مقتدى الصدر على عدم إدخال المالكي وتحالفه إلى الحكومة، هل بدأ يتضاءل هذا الأمل بالنسبة للإطار التنسيقي أستاذ لبيد؟ نعم، إذا نظرنا إلى الإطار التنسيقي على أساس أنه هو كتلة متماسكة وكتلة واحدة تتكون من الأحزاب والكتل الكتل التي حصلت على عدد قليل من المقاعد باستثناء المالكي دولة القانون، إذا نظرنا إليها ككيان منسجم مع بعضه لا يمكن تفتيته، هذه تضاءلت فرصها، لكنها ستبقى تحاول أن تسعى إلى لملمة أو جمع عدد من المقاعد، خصوصا ممن يعتبرون مستقلين لكنهم بالحقيقة مستقلون من منحازون إلى المالكي وأمثاله. وأعتقد أما لكن أنا استبعد أن تبقى هذا الكيان يبقى متماسكا. أنا أعتقد أن الصدر يستطيع أن يجتذب إليه بعض هذه الأطراف، خصوصا جماعة الفتح، أعتقد أن لديهم استعداد بأن يخرجوا من الإطار التنسيقي وينضموا إلى التحالف الذي يسعى إلى تشكيله الصدر. فأنا أعتقد أن في النهاية الصدر لديه حظوظ أكثر في مدى تشكيل الكتلة الأكبر التي ربما ستحصل على هل نتوقع أستاذ عبيد، هل نتوقع تحالفا بين مقتدى الصدر و يعني حركة عزم وتقدم، هل بالإمكان ذلك في ظل طبعا هذه الظروف؟ نعم، هو لمح إلى ذلك في أكثر من مناسبة، هو دعاهم إلى أن يتحالفوا معه، وأنا أعتقد بعد الفشل الدعوة والطعون التي تقدم بها
هؤلاء الذين قد تقدم بها عدد من النواب هم بالحقيقة قريبين إلى الإطار التنسيقي، فالإطار التنسيقي فشل في الطعن بشرعية الجلسة الأولى. أعتقد أن كتلة التقدم والعزم يجب أن تبتعد عن الإطار التنسيقي. طيب. وأنا أعتقد أن الصدر أقرب لهم في مسألة التحالف. دكتور قحطان، أبقى في هذه النقطة الجوهرية المهمة، هل أن مقتدى الصدر يريد التحالف مع عزم وتقدم نكاية بالإطار، أم هو فعلا يريد التحالف مع هذين الحزبين أو الفئتين؟ أنا بشكل عام أتابع الأمور ليس من خلال التصرفات وتصريحات الأشخاص الذين يتصدرون العملية السياسية الحالية، بقدر ما أقرأ الأمور من خلال الطرفين الدوليين في العراق الفاعلين، هم أمريكا وإيران. طيب. هؤلاء المجمعهم أقرب إلى أمريكا من هم إيران، وذلك أعتقد أن هذه المجامع تذهب بهذا الاتجاه، وأن هذا الاتفاق أساساً هو موجود، ولكن في تصوري عدم استثارة الطرف الآخر من قبل الصدر، استثارة ما يسمى أو العمق الشيعي إلى حد معين، أجل هذا الإعلان. ولكن التخبطات التي تذهب إليه جماعات التنسيق وجماعة إيران التي تحاول أن تثير الاقتتال البيني تجعل الأمور تذهب باتجاه زيادة الجرأة للصدر ولجماعة عزم وتقدم أن يبنوا حالة معينة من التكامل العملية السياسية. إذن أعتقد أن الأمر ماشي بهذا الاتجاه، والمسألة مسألة وقت ليس إلا، ولكن لابد أن تكون هناك ظروف مهيئة، لأن من الصعب عند المواطن العادي أن يقتنع أن شيء اسمه سنة وشيء اتفاقات، ولكن بعدما تتصعد أمور باتجاه القتال قد يذهبون إلى هذه الحالة. دكتور قحطان، فيما يخص الفساد، ما هي حظوظ الحكومة التي يريد مقتدى الصدر تشكيلها في إخراج البلاد مما هي من فساد إداري ومالي وغير ذلك في القائمة تطول في ذلك؟ بمعنى، هل باستطاعة مقتدى الصدر فعلا أن يعني القضاء على الفساد؟ أنا لا أعتقد أبدا، لسببين أساسيين. أولا، هو واحد من الجماعات التي عليهم الفساد الكثير، والتيار الصدري والوزراء الصدريين ثبت فشلهم وثبت فسادهم. واحد. اثنين، الفساد استشرى في المجموعة، وهناك ما يسمى بحرب الملفات. نعم. كما أعلن ذلك المالكي، لكل طرف لديه ملفات كثيرة على الطرف الآخر، وبالتالي أعتقد أن عملية التصفية باتجاه يعني محاسبة لا أعتقد، ولكن قد تذهب باتجاه مساومات معينة بأن يطفى الصفحة السابقة، تغلق الأوراق وتبدأ جديد، وبالتالي أعتقد هذا الذي قد يذهب إليه إذا توافقت أمريكا وإيران على حالة معينة من التوافق. أستاذ لبيد، أيضا نبقى في نفس النقطة ولكن من جانب آخر، تعتقد أن الإطار الميليشياوي سيترك الصدر ينجح في أن يشكل حكومة مستقلة ينفذ بها ما يدعي أنه قادر على فعله من تخليص البلاد من الفساد؟ هل لديه الإمكانية في ذلك؟ أستاذ لبيد، ولن ترفع الرأي. نعم. معك. وياك تفضل. نعم، الميليشيات لن تستسلم ولن تقبل بأي حالة من الحالات التي تجعلها تتهمش، وأنا لا أعتقد أن الصدر سيسعى إلى تهميش الميليشيات، لأن التيار الصدري بحد ذاته هو أيضا تيار ميليشياوي ويمتلك ميليشيا تحت عنوان سرايا السلام، وهو أبو الميليشيات، لأن كل الميليشيات هي بالحقيقة خرجت من تحت عباءة الجيش المهدي إذا كما نتذكر، إلا باستثناءات قليلة. الميليشيات ستبقى وستحتمي الميليشيات تحت غطاء الحشد الشعبي، ما يسمى الحشد الشعبي، لأن الحشد الشعبي بالحقيقة هو أصبح مؤسسة رسمية وتم إقرارها من قبل البرلمان في عام 2016. فلذلك الميليشيات باقية وستبقى هي، لكن الميليشيات ستصبح أكثر شراسة من ذي قبل. الميليشيات سوف تفجر، تقوم بعمليات تفجير هنا وهناك، توحي بأنها عمليات تفجير إرهابية طائفية من أجل إثارة وإذكاء الفتنة الطائفية من جديد، لأن هذه الميليشيات تقوى كلما
كانت كان الملف الطائفي ساخنا اكثر، هي تستمد حياتها واسباب بقائها وتضخمها من هذه الحاله. فنحن مقبلون، انا اعتقد اننا مقبلون الى فتره عصيبه تسود فيها اعمال تفجير. طيب. خصوصا في العاصمه بغداد تقوم بها الميليشيات من اجل ان تثبت وجودها، وتقول رساله مفادها بان الحشد والميليشيات يجب ان تبقى لانها ضروره من اجل حمايه الطائفه الشيعيه. دكتور قحطان، بالنسبه الى زياره قاآني، يعني كما تتوارد الاخبار بانه فشل في رأب الصدع بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، هل هذا يعطينا مفهوما بانه ان مقتدى الصدر خرج للابد من عباءة ايران؟ الى حد كبير نعم، الى لحد اللحظه الامور تقرا هكذا. ونثير إلى أن ذلك يعود إلى أن إيران ذاتها لم تعتمد أو لم تعطي للصدر مكانة معينة هو يتمناها، بل أعطت إلى قوى أخرى هذه المكان، لذلك أصبح هناك رهينة بين الطرفين. ثم الرموز التي تمثل إيران في العراق كالمالكي وهادي العامري والخزعلي على نقيض كبير مع الصدر، كما قال زميلي قبل قليل الخزعلي خرج من عبائته و تنكر له والمالكي تنكر له وأساء له. ولكن أنا دائما أقول أن المسألة هي أبعد من ذلك، هي أن الصراع الأمريكي الإيراني هذه بدأت أوراقه وهذه أدوات اللعبة للأمريكا، أجندة خاصة أو مستمسكات كبيرة على الصدر تجعل الصدر يجبر أن يكون إلى جانب أمريكا، كذلك الحال للأحزاب التي تسمى الأحزاب الخندق السني. وهذه الأمور تقرأ بهذه الأمور، إذن هي عملية إرادة خارجية أكثر ما هي داخلية. أستاذ لبيد، هل إيران يعني ماضية لأن تضع ثقتها بمقتدى الصدر وبالتالي تدير ظهرها للإطار التنسيقي؟ هل من الممكن ذلك؟ نعم، على الصدر بالحقيقة إذا نظرنا إلى سؤالك من الجهة المقابلة، نعم، الصدر يسعى لأن يصبح الممثل السياسي الشرعي والوحيد للشيعة أمام إيران. عند إيران، إيران لن تقبل ذلك. إيران لا تريد أن يكون هناك ممثل سياسي وحيد واحد للشيعة، إيران تريد أن تبقي على تعددية أذرعها وخيوطها في داخل المجتمع والوسط الشيعي العراقي، وتريد أن يكون لكل أذرعها حضورا قويا، أن يكون لهم حضور قوي في العملية السياسية، وأن يبقى لهم نفوذ مؤثر في مفاصل الدولة وفي داخل الوسط الشيعي. نعم. لذلك مساعي الصدر لن تتحقق بالكامل أو كما يحدث له، والصدر لن يستطيع أن يبتعد عن الفلك الإيراني. هو يعرف بأن بحجم الهيمنة الإيرانية على العراق، وهو لا يستطيع مواجهة هذه الهيمنة بمفرده، ولا يريد بالحقيقة أن يكون في حالة مواجهة. نعم. مع أستاذ إيران، لأن أقوى منه هو. من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، ومن مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكما.